في اليمن خلال الويكند كان حديث الساعة فرح اليوتيوبر مصطفى الممري واللي أثار ذعر الحوثيين لدرجة خلتهم يلغوه. القصة بدأت بحضور الآلاف لفرح اليوتيوبر لدرجة امتلأت القاعة اللي كان حاجزها ليقوم بنقل الحضور لميدان 70 اللي معروف عادة أن الميليشيات الحوثية بتجمع فيه عناصرها والمواطنين غصبا عنهم لاستعراض قوتها. خلينا أول بس نشوف بعض المقاطع من الحضور في الفرح. هذا العرس سيكون نار نار من أول المشوار وسط رياسة تار. ما عندوش حل يا عمري، ملك المرتدات مرعب المشاهدين والسامرين. آي 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 شنو هذا؟ أنا أصحاب مقديش، أنا أصحاب أمريكا، أنا قد أعلنه في المراتب العالية وتحية للشعب اليمني، للشعب الحمر الذي حضروا أحلى تحية الحشد الجماهيري هذا الغير مسبوق أثار رعب الحوثيين، على الرغم من أنهم نفسهم يا ما استغلوا اليوتيوبر هذا وحولوه لبوق لأفكارهم والترويج لهم. ولما شافوا الوضع كده انتشرت أنباء قالت أنهم أعلنوا حالة الطوارئ، وتداول الناس مقطع قالوا أنه من دخول حوثيين على الفرح وسحب العريس منه. ميليشيا الحوثي مو بس سحبت العريس من الفرح، لا كمان أجبرته يطلع ببث مباشر ويوجه كلمة لمعازيم الفرح معلنا إلغاؤه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامحوني، اعذروني، أسألتكم بالله اعذروني. كل واحد في الصالة ولا خارج الصالة ولا في السبعين منتظرني، أسألتكم بالله اعذروني. لو سمحتوا أنا فدا لرجلكم، أجي أحبب قاعة رجلكم علشان تعذروني، لأنه تم إلغاء العرس. اعذروني، أسألتكم بالله العلي العظيم أنكم تعذروني. لا تقولوا إيش هذا بيتكبر، هذا أي واحد جاء عرسي هانا هانا فوق راسي بسنطرة بحذاته فوق راسي. بس ظروف يعني تعب، والله اني قدر نفسي تعبان يعني مرهق، واحتياطات امنيه يعني خرج السيطره، خرج السيطره يعني ما عاد يدنش ننسق وننظم العرس، ما عاد يدنش الموضوع خرج عن السيطره. بس اللافت في كلمه اليوتيوبر لمعازيمه انه ما قدم لهم اسباب خلينا نقول يعني تبرر او مفهومه للالغاء. تبريره الوحيد اللي كان موجود كان انه خايف من صاروخ. في الأخير تم الغاء العرس للظروف، يمكن يعني طيران يضربوا، يمكن يعني لو يقع صاروخ العشرين حق اليمن كلهم حيطيروا، لأن ما جو عند الله العشرين، ما جو عند الله محبين عشرين. كم من راس؟ اي والله لو يقع شيء خلاص كم انتهت اليمن، ما عبش يمن، العشرين كلهم طاروا. عموما ناشطين يمنيين على منصات التواصل شافوا في هذه القصة العجيبة صفعة زي ما وصفوها للحوثي وأنصاره اللي أثار ذعرهم يوتيوبر بحشود جمعها لفرحه، وقالوا إنه اللي صار إثبات إنه الحشود اللي بيجمعوها الحوثيين بالترهيب جاء يوتيوبر هم نفسهم بيدعموه وجمع أضعافها.